رفعت مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة السليمانية خلال اليومين الماضيين منسوب مياه سدي دوكان ودربن دخان إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. الزميل عباس محمد تابع الموضوع وأعد هذا التقرير. بعد فترة الجفاف التي شهدتها الأراضي العراقية أنعشت موجة الأمطار الأخيرة الآمال بموسم زراعي وفير وزيادة رصيد السليمانية المائي في معظم السدود والخزالات التي أوشكت مساحات واسعة منها على الجفاف نتيجة قلة الأمطار، ورغم كل التوقعات المتشائمة التي كانت تشير إلى استمرار موسم الجفاف. الأمطار تسببت بزيادة منسوب المياه في سد دربن دخان حيث ارتفعت بمقدار 50 سنتيمترا، وأصبحت كمية المياه في سد دربن دخان الآن 1.494 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 50% من إجمالي منسوب المياه، فيما ارتفعت مياه سد دوكان بنحو 25 سنتيمترا، والآن السد وصل إلى 38% من خزينه. ورصدت عتسة قناة صلاح الدين الفضائية سيول مياه الأمطار وهي تجتاح مناطق وسط السليمانية، إلا أن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية سرعان ما سيطرت على تلك السيول التي توجه صوب المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد. طبعا الامطار البارحه اللي نزلت هي كميات كبيره جدا سواء على المحافظات العراقيه او على يعني محافظات اقليم كردستان العراق، بالتالي كانت هناك خطه ناجحه جدا من قبل يعني فرق الدفاع المدني، دائره الصحه، الاداره المحليه وبقيه الدوائر الخدميه الموجوده في داخل اقليم كردستان العراق. الحمد لله والشكر يعني كانت الاضرار قليله وبسيطه جدا، تم يعني تلافي الموضوع ليلا. في الاثناء طالب مواطنون من حكومتي المركز والأقليم إنشاء السدود الإروائية للاستفادة من هذه الأمطار التي ستسهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة الخزين المائي. استا أمكانت حكومة لهولي أودايا سدروسكا ست تيجي على الحكومة الاستفادة من هذه الأمطار ورفع خزين البلاد المائي من خلال إنشاء السدود، وبالتالي ستنعكس على الواقع الزراعي في المحافظة والإقليم. وكانت السلطات المحلية في محافظة السليمانية قد اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة موجة الأمطار والسيول، وقامت بتشكيل غرفة عمليات وأعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة مخاطر موجة الأمطار والسيول الجارفة. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.